found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. سلام، كدايرين؟ بخير. كدايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. فيديو اليوم كما كتشوفوا كندوي بالداريجه، وهذا علاش تحتيمو حيت نبغي نربح. حيتاش لهذا الفيديو غادي نديروه مناسبه تاهل المنتخب المغربي للنصف النهائي في المونديال. مهم اليوم درت بزاف ديال الحوايج وصايبت بزاف ديال الحوايج كما كتشوفوا، قديت ضفاري وقديت وجهي ووجه تيتيما. وغادي نوريكم هادشي كامل اللي درتو اليوم كيفاش قديت حوايج اخرين. وهي مصايبت معاكم هادو مصايبرين هاد الرايات، حتى هما غادي نشارك معاكم كيفاش قديتهم كيفاش صايبتهم. يلا نبداو. شي ماما عاش بغات تقول لكم يلا اشتركوا في قناتها، ديروا لها لايك 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 واشتراكا، وتحققوا حلمها 10,000 وصافي. شكرا. صافي دابا هادشي اللي بغيتي تقولي. كما كتشوفوا اول حاجه غادي نديرها هو العمل اليدوي اللي وريتكم اللي هو الرايه الصغيره. اول حاجه جبت ورقه بيضاء وبديت كنطوي فيها، تنيتها المره الاولى المره الثانيه، المهم بقيت كنتني فيها حتى ولات صغيره وما كنقدرش نتنيها مازال، باش غادي نحصل على واحد الكاروات ولا واحد المستطيلات اللي صغار اللي غيمثلوا ليا العالم ديال المغرب. منين ساليت حليت الورقه ودابا غادي نقطع كل مستطيل بوحديته. بديت باول صف وبديت كنقطع هذوك المستطيلات، المهم قطعوا على حساب شحال بغيتوا من عالم، انا ما بغيتش بزاف، غندير واقيلا شي 5 ولا شي 6. المهم بديت كنقطع فيهم بحال هكا وكنحدد الحجم ديالهم بشكل مزيان، وهنا جبت هاد الماركرز اللي غادي نستخدمهم باش انني نلون ولا رسم العالم. وكما كتشوفوا انا استخدمت ماركرز، ولكن يمكن لكم تستخدموا اشياء اخرى بحال الالوان المائيه ولا الالوان الخشبيه ولا الالوان الاكريليك وحتى الكواش، المهم على حساب اللي عندكم. المهم رسمت النجمه في الوسط، رسمتها بطريقه بسيطه باش ما بقاش نعقد الامور ونخسر الرسمه في الاخر. ولونت هذيك الورقه من جوج جوايه باش الى قلبتها تبان ليا الرايه من الجهه الاخرى. المهم هنا كنوريكم انه يمكن لكم تستخدموا حتى الوان خشبيه واي ادوات عندكم يمكن لكم تستخدموها، ماشي مشكل، ماشي ضروري تستخدموا الماركرز. مهم بالنسبه لهذا الفيديو هو اول فيديو في القناه يمكن ولا ثاني فيديو كنهضر فيه بالدارجه، وقررت انني ندوي بالدارجه ولكن ندير لكم الترجمه من بعد باللغه العربيه باش يفهموني باقي الدول. المهم هنا كما كتشوفوا ساليت كاع هذوك الرايات ودابا غادي نبدا نزينهم. جبت هذا غراء الخشب وهادو غليتر جبتهم باش انني نخلطهم ونحطهم على الرايات باش نزينهم. المهم خلطت الجليتر ولا هذاك البريون مع الغراء، ومن بعد بديت كنزين به. في الاول زينت به غير النجمه وخليتها غادي تنشف، وفي المره الثانيه شديت هذاك الغراء ولونت به العالم كامل باش يكون كامل كيبري. المهم نتوما على حساب داكشي اللي بغيتو داكشي اللي يعجبكم، وإلا ما بغيتوش كاع ما ديروش الغراء، يعني يكفي انكم تكونوا رسمتوا العالم بهذه الطريقه.
هنا كما كتشوفوا ساليت رسومات، ساليت رسم الاعلام، وجبت هنا عود ديال الاسنان وغراء الخشب مره اخرى، ولكن يمكن لكم تستخدموا اي غراء عندكم. من بعد شديت هذاك العود ولويت عليه الورقه ديال العلم بهذه الطريقه، وفي النهايه هكا كان الشكل ديال الاعلام صغيره. الشكل ديالهم كيوت وطريقه الصنع ديالهم بسيطه. فاش ساليت قصيت هذوك الاطراف ديالهم باش يبانوا يعني شكلهم زوين، ولصقتهم هنايا في هاد الشمعه. شلتها ومن بعد هكا كيبان الشكل ديالهم، صراحة زوينين الديكور. اما دابا غادي ندوز لطفاري كما كتشوفوا حالتهم، خاصني نمسحهم، وكما شفتوا الايد الاولى مسحتها ولكن بقى ليا هاد اليد، فغادي نوريكم كيفاش كنمسح طفاري باش نتخلص من كاع اثار الصباغه. المهم اول شيء كنستخدم موزي الصباغه. ومن بعد خديت هنايا هذا قطن ديال الاذن ولا الباطوني، وكنغطسو في هذاك المحلول، ومن بعد كنستخدمو في طفاري باش نحيد كاع البقايا ديال الصباغه. المهم هذه هي الالوان اللي غنستخدم، بالطبع الاخضر والاحمر، وغنزيد معاهم حتى هذا البريون. المهم بديت باول لون اللي هو الاحمر، وكنت في الاول باغا ندير كاع يدي بالاحمر وندير فوق منها النجمه بالاخضر، لكن من بعد فكرت انني نزيد واحد طفر باللون الاخضر ونخلي الباقي باللون الاحمر. مهم هكا كيبانوا طفاري في النهايه. ما تنساوش تقولوا لي كي جاوكم، ولكن ما غنحبش حد هنا طبعا. هنا حطيت واحد شويه ديال الصباغه في هذا القطن، وبديت كنحاول نرسم نجمه، وكان الامر صعب جدا لانني ما عنديش الادوات ديال الرسم ديال الاظافر، كنت كنستخدم غير عود الاسنان، ولكن حاولت انني نرسمها. خاص تكون الصباغه خفيفه وما تكونش ثقيله، وحطوها على شي ورقه ولا على شي سطح املس، ما ديروهاش على القطن. ومن بعد درت عليها الجليتر، ونسيت ما صورتها لكم ولكن التقطت شي صور، وهكا كانت النتيجه. دابا غادي نمر لثالث فكره او ثاني عمل يدوي. هنا خديت كما كتشوفوا نص ورقه بيضاء، ومن بعد حطيت عليها هذه صباغه اكريليك. قررت نستخدم الاكريليك بما انني ما استخدمتهوش منذ مده طويله، وكما كتشوفوا بديت كنرسم النجمه. وهنا عاد فكرت انه كان بامكاني نرسم النجمه كما في العالم المغربي، ولكن مع الزربه ومع واللفت كنرسمها بهذيك الطريقه بدون ما نحس رسمتها هكا. وحتى ساليت وعاد تفكرت، ولكن ماشي مشكل. المهم من بعد خديت اللون الاحمر ولونت به الخلفيه ديال العلم. ومني ساليت طبعا ما نخليهاش النجمه بحال هكاك، قررت انني ناخذ هذا بلونكو ونقاد الشكل ديالها كما النجمه اللي موجوده في العالم ديالنا. وبالنسبه لهاد الورقه هذه يمكن لي نستخدمها كزينه في المكتب ولا زينه في الغرفه. هنا اكتشفت انني كتبت موروكو بطريقه مقلوبه، ولكن ماشي مشكل. من بعد الفوق كتبت كونغرات، وهكذا كانت النتيجه ديال الرايه ديالنا. وهذه هي الأفكار اللي شاركتها معكم اليوم بالنسبة للأعمال اليدوية.
هاي، هاد المره ما غاديش ندير معاكم عمل يدوي، ولكن غادي نقاد ميك اب ولا غادي نقاد وجهي ونزوقو برايه المغرب. الا كنتو كتفرجوا فيا من شحال هادي غتعرفوا انني فايت درت فيديو كنرسم فيه على الوجه ديالي، وانا كيعجبني بزاف نرسم على الوجه، سواء الوجه ديالي ولا وجه ديال شخص اخر. المهم كما كتشوفوا هنا درت الميك اب عادي، ومن بعد خديت هذا العكر الاحمر ودرت به قلب احمر. ودابا غادي نوريكم الحيله اللي كندير باش كنقدر انني نرسم على وجهي. كنستخدم اقلام خشبيه، وكنحتاج لواحد الكاس فيه الماء ولا شقره. مهم كنجر هذوك الاقلام مزيان، ضروري تنجروهم، ومن بعد تحطوهم في الماء وتسناو يعني شي 5 دقائق ولا 10 دقائق، ومن بعد تاخذوا القلم وتبداو ترسموا به على وجهكم. هاد الطريقه كتجيني اسهل طريقه واوفر طريقه، يعني اي واحد غيكون عنده قلم تلوين خشبي. وكذلك كتجيني هاد الطريقه شويه ماشي خطيره، ماشي بحال استخدمت الصباغه على وجهي. والالوان الخشبيه دغيا كيتحيدوا، يعني غير شويه ديال الماء سخون ويتحيدوا من وجهكم. كنتمنى ان فيديو اليوم يكون عجبكم، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.